بكم مشاريع، مرحبا بكم في شاني توب تاعي. إذا كان أول مرة تفرجوا فيها نحن نقولكم أنا اسمي آية. La vidéo تاع اليوم c'est une vidéo exceptionnelle. كما تعرفوا غدوة إن شاء الله يدخل سيدي رمضان، دونك حبيت نقولكم إن شاء الله رمضانكم مبروك يا جماعة. Et pour cette occasion plusieurs youtubeuses tunisiennes تلموا وعملوا لكم طاولة بنينة ياسر. دونك نخليكم تفرجوا معايا في la présentation اللي عملت لنا كوزين ألفة وشوفوا شنو طيبت أنا فيها الطاولة هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل هلال شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. رمضانكم مبروك، الناس الكل ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة. والأول مرة في تونس لما تونسية اليوتيوبرز تونسيات يقدموا لكم أحلى طاولة رمضانية تونسية تبداها شادية بكس العصير التمر متاحة البنين والمغذي، ومليكة بشربة الشعير بالصبارس من ولاية المهدية، وسندة تقدم لكم بريك الدنوني التونسي اللي ما يختارش طاولة تونسية، وآية تقدم لكم سلطة البلانكيت الزمنية، وطاجين الملصوقة من يديات كويزين ألفة، واللازانيا بالدجاج من عند منيرة، وتتزين طاولتنا بطبق الرز بالفاكهة من يد يمينة الباهية، وتبسي الكسكسي بالعلوش من يديات سوسن، وتحلى السهرية مع بوزة كوجينتي وديسير نوران الساهل، والغريبة البيضة بالبرتقال من لمسة جمال، وصمصة اللوز من وصفات اللذيذة، ونختموها بسحورنا مدموجة تونسية زمنية من طبخ ميمي. وما ننساوش بقية القنوات اللي ما قدروش يلتحقوا بينا في أول لما لينا، ونتمنوا لهم التوفيق، اللي هما ليلى بالازهر، واستنوها اول نهار في رمضان في مائدتها الرمضانيه وجو رمضان عندها، وقناه سوزانا بيوتي، وكويزين ظاهري نجات الوسط، وكويزين ميديتيرانيه. وتلقاو الروابط نتاع القنوات الكل هذوما المشتركات والمش مشتركات تلقاوهم في صندوق الوصف، ونخلي لكم التفاصيل نتاع كل وصفه. وماذا بكم تدعموا اليوتيوب التونسي والقنوات التونسيه، ونخلي لكم مع التفاصيل.